بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العشرون، 20 درس. معاني الكلمات، سوزر نمان ولار يعني لغة لان برينشو قيمس. شمام قوان ديانا، بطيخ تروس، عنب أزم، تفاح علمة، برتقال أبيلسين، ليمون بو ليمون، لذيذ لذة لشرن، مر أتشق، بكل ارتياح بار ممنونية بلان ديانا، بكل سرور طول خرسانچلك بلان، رطل قداق توريسا كزيران بولاد، جدا جدا لي يكتب يازش اچون، لي يقرأ اقش اچون بولاد، لي كسا اچون معنى بيرلاد، مثلا لي يحفظ بوسا يطلش اچون، يوكي لي يفهم بوسا فهملاش اچون. هم جملة نوقيمس. سليم يحب البرتقال كثيرا، سالم أبلسين كوب يشكر ده. أنا أحب التفاح جدا، من ألمان جدا يشكر من أحب من يشكر من ديانا جدا جدا. هم يحبون البطيخة، أولار تروزن يشكر دلار كوب ليدبو. كل هذا التفاح يا فريد، بو ألمان يجن أي فريد كل يجن. التفاح لذيذ جدا، ألما جدا شرندر. اشرب الشاي بالليمون، تشاينا ليمون بلان اتش. هل تحب الشمام يا كريم؟ نعم احبه جدا. اي كريم سين قون يا شكر سام ما هل ما دينا. نعم ها احبه انا جدا يا شكر من. وانا ايضا احبه يا عبد الكريم. ومن حم هنا يشكر من إيه عبد الكريم أيضا حمد هنا ألف تي باستا أبر أنا دهم ألف تي باستا أبر. أبي ألف تي باستا أبر. أبي اشترى رطلا عنبا، أتم برقدق أزمن ساتبالد. أبوك اشترى بطيخا كبيرا، سن أتين كتا تروزن ساتبالد. هذا التفاح صغير جدا، بو علم جدا كتكتر. ما هذا يا أخي؟ برتقال يا أخي. أي أكام بونما أبلسين در أي أكا. من أين أخذته؟ اشتريته من السوق. أنا قيردان، من أين قيردان أخذته؟ أنا ألدين، يعني أنا قيردان ألدين، من أنا بازاردان ساتب ألدم. من جاء إليك اليوم يا صابر، صاحب سعيد. بغن سينيكي كم كيلد أي صابر، دوستم سعيد، صاحب سعيد. متى جئت، حمزان تيباست سكنبار. متى جئت إلى هنا؟ الآن فقط، الآن فقط بوقيمس. بو يرجى قاچان كيلدين، متى قاچان ديان. الآن فقط، حاضر جينا فقط. هل تذهب معي إلى السوق لنشتري الليمونة؟ بكل سرور. من بلان برغة باغة ليمون ساتب آلشليك اچون، يعني ساتب آلشمز اچون بارس همه بار خورسان چلیک بلان. هل تذهب معي إلى جنينتنا؟ بكل ارتياح. من بلان برغة باغمزغة بارس همه بار ممنونيات بلان بارمان ديان. هل تذهبون إلى المدرسة؟ مدرسة مكتب كتب سيزلر مه يوكي بارا سيزلر مي؟ اشربوا الشاي، چاينه اچينلر كوبليده. تعال يا محمود نذهب، يوكي نذهبوا الى الجنينه لناكل التفاح. اي محمود كيجن اولميش اچون باغه بارامس لناكل ييش اچون. انا اذهب الى البيت لاخذ اخي، ثم نذهب الى الجنينه. من اوغا ukamni olish uchun boraman، so'ng bog'ga qaytaman، qaytamiz. Ya'ni men uyga ukamni olish uchun li axuza olish uchun boraman، so'ngra esa biz ilal junaynati bog'ga qaytamiz yoki bog'chaga qaytamiz.